منتجات خان الخليلي في الحسين كلها تحف مصرية، براويز، بدل رأس، كل المنتجات المصرية. ومشاركتنا في المعرض، وطبعا معرض البصرة من أقوى المعارض، الإقبال بيبقى فيه كويس جدا. مبدئيا من دولة فلسطين، منتجاتنا كلها من فلسطين. عندنا الزعتر الفلسطيني، زيت الزيتون، السماق، البهارات بشكل عام مع المقدوس والزيتون. مشاركتنا الثالثة بمعرض البصرة الدولي، يعني معرض بسم الله ما شاء الله ناجح. التعامل حلو في العراق، الزباين راقية، يعني الحمد لله رب العالمين. وإحنا بنتشرف إنه نكون في معارض العراق كلها مش بس معرض البصرة. جاي من دهوك، شاركت معرض البصرة الدولي. هاي مو أول مشاركة لي بالمعارض الدولية، بس أول مرة وأول واحد من دهوك جاي يشارك المعرض البصرة الدولي. قلت لك أنا شفت تقرير عن أهل بصرة ببطولة الخليج، كرامة وشهامة أهل بصرة، قلت والله أربح أو ما أربح راح أشارك وأريد أشوف هاي الوجوه الجميلة. وبالفعل أنا كلش مرتاح، كانوا أنا بدهوك مو بالبصرة. تستمر فعاليات معرض البصرة الدولي للتجارة العامة بمشاركة 150 شركة من 12 دولة، قدمت إلى مدينة البصرة لتقدم منتجات متنوعة بدءا من المواد الغذائية والمواد المنزلية والكوزمتيك والمنظفات. هذه الشركات قدمت من مصر العربية وإيران وتركيا وسوريا ولبنان والأردن، وأيضا نتشرف بمشاركة من فلسطين بالتأكيد. وبالتالي هناك عدة دول، تركيا أيضا والهند وباكستان قدمت بمنتجاتها، وتتنافس جميعها في داخل أرض هذا المعرض. بالتالي مدينة البصرة هي جاذبة دائما للمعارض الدولية، وأهالي البصرة متعودين بشكل نصف سنوي على إقامة هذه المعارض، وأيضا معرض تسبق معرض آخر سيسبق شهر رمضان المبارك بالتأكيد.